80. ما في أي رجل أو شاب عمره تحت 80، ليس 80 بل 30 سنة، ويحب الرياضة ولا يعرف اسم هذا اللاعب المصري. نعم، إنه محمد صلاح، وأنتم تقولون مو صلاح، صحيح؟ وهو من أشهر لاعبين لكرة القدم في مصر وحتى في وأيضا في أفريقيا. وهنا أريد أن أظهر سري الصغير، ولدنا في نفس السنة. نعم، نحن في نفس العمر. خجل. هدي حاجة عايزة الواحد يعكر. ولدنا في نفس السنة عائشة، اسمه كلام. عائشة صانعة محتوى صينية الجنسية، بتشيد بمصر، بتشيد بإنجازات الرئيس وتحديدا في مسألة تمكين المرأة والشباب. أنا قبل ما يعني أرحب بصديقتنا عائشة من الصين، خليني بس عايز أقول لك حاجة. سؤالي هو إيه اللي يخلي الصينية تتابع التجربة المصرية؟ الصين تاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، الصين مرشحة أنها تبقى الاقتصاد الأول والرائد على مستوى العالم خلال العشر سنين اللي جاية. الصين عندها تجربة العالم كله بيبص عليها وهو مذهول متعجب ومعجب. الصين بتعمل كل حاجة، بتصنع كل حاجة، بتصدر كل حاجة، بتزرع كل حاجة. إيه اللي يخلي صينية تعجب إلى هذا الحد بالتجربة المصرية؟ مفيش غير إجابة واحدة، ممكن نبقى نسأل عليها عائشة بالقطع، لكن هي إجابة واحدة، إن التجربة المصرية تجربة جديرة بالإعجاب، التجربة المصرية تجربة جديرة بالتكرار، التجربة المصرية تجربة جديرة بأن تدرس وتدرس، ده طبيعي. خلينا نرحب بعائشة على التليفون. أهلا بك يا عائشة. اهلا بك استاذ يوسف حسيني. اهلا بك يا عائشه، انت عارفه اسمي، انا فرحان جدا. عائشه خليني اسالك سؤال، ايه يعني ما الذي دعاك للاعجاب بالتجربه المصريه الى هذا الحد؟ اولا الف مبروك لمصر ولمو صلاح، واعتقد ان مصر مش دوله غريبه بالنسبه لاي فنيه، وهي مملوءة بالأسرار، يعني هي دولة ساحرة في عيون الفنانين، وحتى كل فني يعرف أن مصر من أقدم وأعراق الحضارات في العالم، وهي محض الحضارات الفرعونية والثمر لأم دنيا. وأما أنا شخصيا تعرفت على مصر منذ صغري، وقالت عمتي اللي هناك في مصر جامعة الأزهر من أشهر وأحسن الجامعات في العالم الإسلامي كله، وتعاملت مع كثير من المصريين، ولدي أيضا كثير من أصدقاء المصريين أيضا. وعندما كنت أتعلم اللغة العربية في الجامعة، كان لدينا درس الأدب العربي، وتعلمنا عن نجيب محفوظ مثل روايته أولاد حارتنا وغيرها. وفي مصر أشياء كثيرة أحبها، مش فقط عن الأدب، بل الموسيقى مثل أم كلثوم وشيرين عبد الوهاب والمأكولات المصرية. ولكن للأسف لم أحصل على فرصة للسفر إلى مصر حتى الآن، فتعرفت على مصر من شاشة التلفزيون والكتب وكلام أصدقائي. فحق أتمنى أن أزور مصر يوما ما لكي أرى الأهرامات وأبو الهول يعني بعيني، وأشرب عصير القصب في الشارع، وأكل الكشري وغيرها من المأكولات المصرية الذين هناك. شكرا. عفوا يا عائشة، أنت يعني أبهرتيني بكم المعلومات اللي عندك المتنوعة. يعني عائشة، يعني كيف تعرفتي على شيرين عبد الوهاب؟ كيف عرفتي أن هناك مغنية ومطربة مصرية مشهورة اسمها شيرين عبد الوهاب؟ نحن نعلم أنه يمكن كثير من دول العالم وشعوب العالم وبالقطع الصين، لأنه ما بيننا وما بين الصين علاقات تاريخية طويلة، يعرفون الأهرامات، يعرفون التاريخ المصري القديم، نعلم جيدا أن هناك بعض الجامعات في الصين تدرس الأدب المصري واللغة العربية، لكن نصل إلى أنك تتابعي الكرة المصرية وتعرفين الموسيقى والغناء المصري الحديث
ذكرتي شيرين عبد الوهاب، أنت تستمعين إلى شيرين عبد الوهاب في الصين يا عائشة؟ طبعا، مشاعر هي الأغنية الأولى التي قمت بكوفر لهذه الأغنية، أحب هذه الأغنية جدا جدا. هل تستطيعين الغناء يا عائشة؟ ممكن جملة أو جملتين. فليكن. مشاعر تشاور ولا تشاور، مشاعر تنور مدار مشاعر. عفوا نسيت كل الكلمات لهذه الأغنية، ولكن حقا الحان لهذه الأغنية جميلة وحلوة للغاية. صحيح. لا ده انا سعيد جدا بيك يا عائشة حقيقي يعني. طب عائشة، يعني انا احب اعرف منك ما الذي يعني تلاحظينه في مصر خلال الثماني سنوات الماضية؟ ما الذي دعاك للإعجاب بما يحدث في مصر، الإعجاب بما يفعله الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي؟ يعني شخصية أم أي شخص؟ كل شيء، ما تريدين أن تقوليه فلتقوليه، نحن على الهواء مباشرة. يعني أعتقد أنه عن منتدى شباب العالم، لأن رأيت الدعم فخامة الرئيس للشباب لمنتدى شباب العالم، يشارك الشباب واعد من جميع أنحاء العالم فيه للتعبير عن آرائهم، ولديهم الحلم والإرادة والتصميم على إحداث التغيير حقيقي لعالمنا. وهذا المنتدى عن كافة الموضوعات مثل حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية وتغير المناخ. وأعرف أن مقر هذا المنتدى في مصر. نعم. فأعتقد أن فخامة الرئيس قدم لنا شباب العالم هذه المنصة والفرصة للتعبير وتبادل آرائنا. وأعرف أن فخامة الرئيس حضر فعاليات ختام المنتدى قبل أسبوعين. نعم. وبات متأثرا بحديث فتاة تعاني من المهق. وأيضا أنا شعرت بأنه لفخامة رئيس قلب ناعم جدا جدا، وكنت متأثرة جدا أيضا. وأعرف أيضا أن السيدة الأولى تفقدت معرض حياة كريمة وأعربت عن استعادتها لرؤية منتجات رائعة بأيدي الشباب المصريين وخاصة من قرى الريف، وهي أيضا تهتم بقضايا الشباب والمرأة جدا أيضا. صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، يعني بجانب ده، رأيت أن فخامة رئيس نشر صوره مع اللاعبين الأولمبيات المصريين على الفيسبوك. صحيح. وهو دعا هؤلاء اللاعبين الشباب أبنائي وبناتي، هو يتعامل مع الرياضيين كأولاده. ومن هنا أيضا ممكن أن أرى دعمه للشباب واهتمامه بالشباب. شكرا. شكرا ليك يا عائشة، كلامك أكتر من جميل، أكتر من رائع. يعني أنا أشكرك كمذيع مصري أو كصحفي مصري، وأظن أن أنا أقدر أشكرك باسم الشعب المصري على هذا الاهتمام وعلى يعني ما تقدمينه من كلام في الكثير من الإعجاب بالتجربة المصرية. شكرا ليك جدا عائشة من الصين، ألف ألف شكر. قبل ما أروح على الخبر المهم جدا أو الموضوع المهم جدا اللي هتكلم فيه، خدتوا بالكم عائشة قالت إيه يا سادة يا كرام؟ أنا كنت بقول لكم إيه اللي يخلي حد من الصين عنده هذه التجربة العملاقة كدولة؟ وبالمناسبة التجربة الصينية دي بدأت تقريبا في هذا التطور اللي أنت بتشهد ثماره خلال السنين اللي فاتت، بدأت سنة 79 في تطوير كبير جدا حصل في الصين. جدير بالذكر طبعا، ودي لازم أقولها، إنه ما يحكم الصين هو الحزب الشيوعي الصيني بالمناسبة، هم اللي طوروا التجربة الاقتصادية دي. والتجربة دي بالمناسبة في الاقتصاد أطلق عليها الصينيين السوق الاجتماعي، خد بالك من التسمية يعني، وده هنا في مواجهة ما يطلق عليه تجربة السوق الحر أو مهم، مش دي القصة. القصة فين؟
عائشة قالت أنا معجبة جدا بما يفعله فخامة الرئيس السيسي من دعم للشباب والمرأة وما إلى ذلك، معجبة جدا بتجربة سيدة مصر الأولى فيما تفعله من دعم أيضا للشباب والمرأة والصناعات الصغيرة وصناعات القرى والأرياف المصرية في معرض حياة كريمة، معجبة جدا بتواصل الرئيس المستمر مع الشباب سواء إذا كان في المنتخبات الرياضية اللي بتحصل على ميداليات أولمبية أو ما شابه إلى آخره. كل من يختلف ويقدم أمرا جيدا مهما كان اختلافه، خد بالك، فده دعا انتباه أو استرعى انتباه عائشة صديقتنا من الصين. السؤال هو يا ترى هل ترى انت عندك نفس الروح بتاعة عائشة، عندك نفس العين، عندك نفس الطريقة بتاعة انك تبص على التجربة بصرف النظر انت كنت مع ولا ضد، كنت معارض ولا موالي؟ يا جماعة وإحنا بنشوف لازم دايما نشوف بإيه، نشوف بالطريقة بتاعة الإنصاف، خليك دايما منصف. تتفق سياسيا تختلف سياسيا، خليك منصف. تتفق على المدرسة الاقتصادية تختلف على المدرسة الاقتصادية، خليك منصف. مفيش حاجة في السياسة أو في الاقتصاد اسمها أنا بحب أنا ما بحبش، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها ده صح ولا مش صح، طب والصح ده نعرفه ازاي؟ بنتائجه. ايه اللي يخلي بنت من الصين تبقى معجبة للدرجة دي بإنجازات رئيس الجمهورية المصري؟ ايه اللي يخلي بنت من الصين تبقى معجبة للدرجة دي بالتجربة المصرية؟ ايه اللي يخلي بنت من الصين تقعد تتابع منتدى شباب العالم إن لم يكن منتدى شباب العالم تجربة شديدة النجاح؟ ما هو بالعقل كده، بالعقل. أنا في الصين وعايشة في الصين وعمري ما جيت مصر وابقى قاعدة عمالة بتابع منتدى شباب العالم، يبقى هو وصل لي. وصل لي ليه؟ لأنه ناجح وعاجبني. وبعدين قلت لك أنا لحد دلوقتي لسه ما أسعدنيش الحظ وجيت مصر، أنا عندي الظن يعني أو عندي الشعور أو عندي الإحساس إنه عائشة هتبقى ضيفة المنتدى في النسخة القادمة بإذن الله السنة الجاية. عندي إحساس إن لم يكن قبل كده. ده مجرد إحساس ليس إلا. حقيقي بجد مش هزار، وانا احب انه ده يحصل بالمناسبه. يعني لو بتسالني بقى طب وانت تفضل، اقول لك افضل جدا، لان انا عايز اسمع منها قدام جماهير وشباب من مختلف الجنسيات هي شايفه التجربه المصريه ازاي. خد بالك هي اتكلمت على التجربه المصريه في اطار حقوق الانسان وفي اطار تمكين المراه وفي اطار تمكين الشباب وفي اطار التغيرات المناخيه، متابعه يعني. يا رب كلنا نتابع بهذا الشكل وننظر للأمور بهذا الإنصاف.